بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المكرمين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم اجعلنا ممن علم وعمل ولازم الأدب وصحب الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم زدنا علما وفهما وفقها وألحقنا بالصالحين، آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إخواننا الكرام في هذا المجلس الجديد المبارك وهذه الحلقة الجديدة من برنامج على درب النور. وفقنا الله تعالى وإياكم لمراضيه. أيها الإخوة الكرام، ونحن في ذكر سلسلتنا التي نتكلم فيها عن سادتنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نريد أن نتكلم اليوم عن شخصية عظيمة وقامة جليلة القدر من رجال محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من حملة الرسالة الأوائل. ذلك هو سيدنا طلحة بن عبيد الله، طلحة بن عبيد الله التيمي القرشي، من سادة قريش ووجهائها، أحد العشرة المبشرين بالجنة والمبشرين بالشهادة. بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه سيموت شهيدا، وأحد عظماء الأمة وقاماتها الكبرى، وهو أحد الثمانية الأول الذين سبقوا إلى الإسلام، وممن أسلموا في اليوم الثاني من بزوغ شمس الدعوة المحمدية المكرمة، وهو أحد الستة أهل الشورى، وأحد الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجبل فتحرك بهم، فناداه النبي صلى الله عليه وسلم: أسكن يا حراء، فكل الذي عليك أو ما عليك إلا نبي وصديق وشهيد. كان واحدا منهم، وهو أحد الصحابة الذين نزلت فيهم آيات من القرآن الكريم. كان طلحة رضي الله عنه من ذوي المكانة في قريش قبل البعثة، كان تاجرا وثريا، وكان قبل الإسلام يلقب بأسد قريش لقوته. لكن كل هذه المآثر لم تغره، فعندما أسلم وأعلن النبي صلى الله عليه وسلم الهجرة بعد سنوات، ترك الجاه وترك المال وترك الرئاسة وترك السمعة والمكانة السامية في قريش، فهاجر بنفسه وماله إلى الله ورسوله، تاركا خلفه دنيا يتمناها أي إنسان، ولكن الإيمان الذي في قلبه أغلى من ذلك كله، فداس على الدنيا وتركها خلف ظهره. وقد كان له بعد الهجرة في المعارك صولات وجولات بقتاله وببذله للأموال في سبيل الله، وكان كريما كرما عجيبا، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أعطاه ألقابا جميلة، في كل معركة يعطيه لقبا لما يبلي فيها من بلاء حسن في تجهيزها بالأموال وفي القتال العنيف. فقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد بطلحة الخير، وفي غزوة ذي العشيرة سماه طلحة الفياض الذي يفيض خيرا، ويوم خيبر سماه طلحة الجود. ولو تحدثنا عن جوده وشجاعته لطال الحديث، فقد كان طلحة في كل المعارك يقف في أول الصفوف لا يهاب الموت، كان شجاعا ومقداما ومغوارا. هو في الجاهلية كان يلقب بأسد قريش، كيف وقد خالط قلبه إيمان؟ أكيد هذا الإيمان سيزيده قوة وشجاعة، وسيكون أشد ضراوة في الدفاع عن دين الله. وإلى شجاعته، كان أيضا معروفا بالجود والكرم، كما قلنا هو كان من أغنياء قريش ومن تجارهم، وكان يعمل بالتجارة منذ شبابه،
وبقي يعمل بالتجارة بعد الإسلام، ومن شدة سخائه سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا بطلحة الفياض وطلحة الخير وطلحة الجود. وكان له مواقف كثيرة تدل على عطائه وسخائه. من ذلك جاءت سنة كانت سنة قحط، جفت فيها الآبار وغارت، وكان هنالك بئر يملكه أحد اليهود يبيع منه الماء غاليا للمسلمين. استغل أنه بئره فيه ماء، بئر عميقة وفيها ماء، فعرض طلحة مبلغا عاليا أغلى من سعر الآبار في العادة، مبلغ عالي جدا مغري لهذا اليهودي على أن يشتري منه البئر. فوافق اليهودي وباع البئر، فقال هذا البئر وقف للمسلمين يستقي منه المسلمون مجانا، وذبح في ذلك اليوم فرحا ذبح جزورا لإطعامهم. تصوروا، اشترى بئرا وذبح قربه جزورا يعني بعير، وقال كل من يأتي ليشرب الماء يأخذ حصة من اللحم، يعني يريد أن يدخل الفرح إلى قلوب المسلمين. الناس كان اللي عنده فلوس يجي يشتري ماء، ما عنده فلوس يبقى عطشان ينتظر أحد يشتري وينطي شوية قلاص قلاصين، لكن أن تروح على البير وتلقى الماء مجانا ايش قد ما تريد تملي، يا للفرحة الفقراء، وفوقها يأخذوا يا لحم. طرق باب الجنة بيديه ورجليه رضي الله تعالى عنه، وأنفق مالا كثيرا في تجهيز غزوة العسرة. وما أدراك ما غزوة العسرة؟ الغزوة التي نجى الله تعالى بها المدينة المنورة من هجوم الروم. وأكثر من مول غزوة أو جيش العسرة هو عثمان بن عفان ثم طلحة بن عبيد الله. وفي سنة قحط أيضا كان عنده أرض تساوي 700,000 درهم، باعها 700,000 وصار المال يملأ بيته. فلم يهنأ له النوم، لم يهنأ له النوم ليلا، بقي يتقلب. تقول له زوجته لماذا تتقلب على عادتك، لماذا لا تنام؟ كان يقول أرى أن للمسلمين في هذا المال حقا، المال ماله من أرضه من حلاله من تجارته، لكن يقول المسلمون جياع. فما لبث أن طلع عليه الصبح حتى تصدق به جميعا، ثم لم يجد مالا يشتري به ثوبا جديدا فبقي يلبس الثوب القديم. الناس أخذت أموال كثيرة، 70,000 درهم، مبلغ هائل، مبلغ هائل، يعني كل 10 دراهم تعدل دينار، الدينار يعني 4 غرامات ذهب وربع تقريبا، كل 10 دراهم 70,000، يعني 7,000 دينار، يعني كيلوغرامات من الذهب، وزعها حتى لم يبق له درهم يشتري به ثوبا حسنا، فبقي على ثوبه القديم. ويقول الله هو الرزاق، أنا تاجر. وقد أفاض الله تعالى عليه من البركات، وكيف لا يفيض وهو بهذا الكرم؟ وكان رضي الله عنه يرسل إلى أمهات المؤمنين رضي الله عنهن كل عام 10,000 درهم ليوزعنها على فقراء المسلمين. يقول أنا أستطيع أن أصل إلى الرجال لكن لا أستطيع أن أصل إلى النساء، وهنالك أرامل، هنالك مطلقات، هنالك فقيرات، يتيمات لا أعرفهن ولا أستطيع أن أتكلم معهن، نساء، لكن أمهات المؤمنين يعرفنهن وهن أوثق النساء. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، تزكية القرآن لهن. فكان 10,000 درهم سنويا يذهب إلى أمهات المؤمنين، وزعناها على من تعرفنه من فقراء النساء. ولما نزلت آيات صلة الرحم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عظمة مكانة الأرحام، قرر طلحة قرارا جديدا. فقد عمد إلى قومه بني تيم من قريش، هو كما قلنا قرشي من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم من بني تيم. فعمد إلى بني تيم وقال يا بني تيم من كان غارما فليأتني، أي إنسان مديون ليأتي إلي أنا أسدد دينه. فكان لا يترك غارما منهم إلا وسدد عنه وقضى عنه دينه. يعني مرة جاءه عبيد بن معمر التيمي رضي الله عنه وهو صحابي أيضا، قال يا طلحة إن علي دينا ولكني أستحي أن أخبرك به فهو كثير. قال كم؟ قال 80,000 درهم فسددها. وجاءه رجل من تيم أيضا
عليه 30,000 فسددها. ومن مناقب طلحة العظمى أنه جار النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. ففي الحديث الذي رواه الترمذي وغيره عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: سمعت أذني هاتان، وأشار إلى أذنيه، من في رسول الله، يعني من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول: طلحة والزبير جاراي في الجنة، طلحة والزبير جاراي في الجنة. وقد بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة عدة مرات، ليس مرة واحدة، منها مع بعض الصحابة كما ذكرنا في حديث اهتزاز الجبل، قال: ما عليك إلا نبي وصديق وشهيد. وفعلا الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كلهم استشهدوا إلا أبا بكر فهو صديق، أما عمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعيد بن زيد كلهم ذهبوا شهداء. ومنها بشارة له بالخصوص، حيث قال صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينظر إلى شهيد يمشي على رجليه فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله. ومن فضائله العظمى أنه نزل فيه قرآن يتلى إلى يوم القيامة، وهو قوله تعالى: في تزكية لقلب طلحة. قال عز من قائل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا أبدا تزكية من الله لم يبدلوا. هنالك من بدل كالمرتدين في عهد مسيلمة الذين قاتلهم سيدنا أبو بكر والصحابة. الله تعالى زكى طلحة بأنه لن يبدل إيمانه، هو الذي آمن به سيموت عليه. تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية ثم أشار إلى طلحة في غزوة أحد قائلا: من سره أن ينظر إلى رجل يمشي على الأرض وقد قضى نحبه فلينظر إلى طلحة. ويكفيه وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: من أراد أن ينظر إلى شهيد يمشي على رجليه فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله. يقول قضى نحبه بمعنى كتبت له الشهادة، لكنه لا يزال إلى الآن يمشي على الأرض. كان لطلحة مواقف غريبة في معركة أحد وعجيبة وجليلة القدر، لكننا لا نريد أن نطيل الحديث، نؤجلها إلى حلقة يوم الاثنين القادم إن كان لنا في العمر بقية إن شاء الله. نذكر أيضا شيئا من مناقب وفضائل سيدنا طلحة بن عبيد الله الذي تبارك العراق بقبره، فهو دفين البصرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، لنأخذ فاصلا ونرجع إليكم بعد ذلك إلى ركن الفتاوى لنستقبل أسئلتكم على الهواء مباشرة. إذن نترككم الآن بفاصل نستغله بالاستغفار وبالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نرجع إن شاء الله. اذكروا الله والله جليس من ذكره. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إخوانا الكرام مرة أخرى. وصلنا إلى ركن الفتاوى، نستقبل أسئلتكم على أرقام الهواتف التي ترونها أمامكم على الشاشة، كذلك من خلال تعليقاتكم على صفحة قناة الفلوجة الفضائية في الفيسبوك، حيث يبث فيها برنامجنا الآن بثا مباشرا، لنجيب على ذلك على قدر ما وفقنا الله تعالى عليه. ونبدأ على بركة الله تعالى. أخ يسأل يقول: متى نقرأ أذكار الصباح وأذكار المساء؟ هذا بداية بالأسئلة التي عبر الفيسبوك حتى يأتينا سؤال. أذكار الصباح تستحب أن تكون بعد صلاة الفجر أو بعد دخول وقت الفجر، بعد دخول وقت الفجر، يعني ربما إنسان بين الأذان والإقامة لصلاة الفجر يريد أن يقرأها، يقول قد يتأخر المؤذن، خاصة عندنا في العراق تقريبا نص ساعة يا الله يقيمون الفجر، هل يجوز أن يقرأها قبل الصلاة؟ يجوز، لكن بعد الصلاة أفضل، المهم عند دخول وقت الصلاة. طيب نكمل، لكن عندنا اتصال من بعيد، الأخ محمد من بلجيكا يتصل بنا اتصال دولي. محمد من بلجيكا تفضل. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ساكن في بلجيكا، صار لي تقريبا 10 سنوات. صوت ماذا يطلع عندي؟ خل نخرج. أنا من أهل الأنبار، تسمعني؟ أخ محمد. تفضل. تسمعني شيخ؟ الآن أسمعك واضح، تفضل عيني. أنا من أهل الفلوجة بس ساكن في بلجيكا.
صار لي تقريبا 10 سنوات. حياك الله، ترجع بالسلامة إن شاء الله. الله يسلمك شيخ. أنا كنت ساكن هنا بمدينة بلجيكا ومستقر والحمد لله، وكنت أدفع إيجار للشقة، يعني قادر أدفع إيجارها وكل شيء تمام. بس كنت المكان اللي ساكن بي ما بي شغل، أنا أشتغل باللحيم واللحيم تعبني حيل وما أقدر، يعني صارت عندي آلام بظهري ومضطر أغير شغلي. فلقيت شغل بغير مدينة، يعني مدينة تبعد عن مكاني 200 كيلو، وطوني عقد دائم وشغل مريح أشتغل بيه بالبريد. فحولت بغير مكان، صار لي 3 أشهر أدور على بيت سكن ما قاعد ألقى، لأن هنا يعني الإيجار حيل صعب، يعني صعب والمكان اللي إجيت له يعني تقريبا بالشهر 11 ورقة الإيجار، 12 ورقة. فأني أريد أسألك، يعني مو أنه بس أنه أخذ منك الفتوى حتى راح أشتري بيت، مو أنه على مديتي، بس هم مطلعين فتوى الاتحاد الأوروبي للإفتاء أنه اشتروا إذا تكون ما عندك. أنا أريد أسأل، أنا شو وقت يكون مضطر؟ أنا صار لي 3 أشهر صديقي منطيني شقته. تريد تسأل عن شراء منزل، تريد تسأل عن شراء شقة بقرض ربوي صح؟ قرض ربوي، لأن هنا ما موجود غير القروض الربوية، يعني هو الربا بعينه هنا موجود. أكيد هذا أكيد كله أكيد أعرفه أكيد. وأعرفه وربما أقساط، وربما أقساط أقساط الشراء أقل من الإيجار صح؟ يعني تقريبا أنا هنا البنك يأخذ من عندي 800 أورو، 850 يورو، بس والله العظيم أنا لحد هسه دا أدور ب1000 يورو وما موجود. يعني أنا أسه إذا ألقى شقة أسكن بيها وأدفعها، وحتى إذا اشتري شقة بقرض ربوي. بس خلي أقول لك اشتري شقة بقرض ربوي، أنا دا أعطيك فتوى، اشتري شقة بقرض ربوي زين، بس حتى أعطيك يعني التفاصيل حتى ما تستغرب. يعني ابقى ويانا تابعنا على التلفزيون حتى أنت هم ما تخسر رصيدات تتصل يعني بينا دولي. ما يخالف، بس أنا أريد أرتاح، لأن أنا الحمد لله قايم وصلي ومحافظ على الله يتقبل منك يا رب. الله يتقبل منك. ما تدخل بالحرام إن شاء الله. تسمع الإجابة، أنت دا شوفنا بالتلفزيون صح؟ أنا دا أشوفك، بس طيب. أخير سؤال دقيقة واحدة وأروح دقيقة. يلا تفضل. يعني تفضل أنا على مودك. أنا هسه ما أنا هسه ما لاقي سكن، أدور على إيجار وما قاعد ألاقي، يعني أريد بس تفصل ليها إذا ألقى وإذا ما ألقى، يعني هي تفصل. أبشر يعني. أبشر أبشر. وأشكرك شيخ وممنون. حياك الله، عين المنة لله، الله يحفظكم عيني. بالنسبة للأخ الذي سأل عن أذكار الصباح والمساء، كما قلنا أذكار الصباح تبدأ من الفجر ووقت الأفضلية ينتهي بطلوع الشمس. هل يجوز بعد طلوع الشمس؟ ربما إنسان خذيت النوم حاول أخذ الأسباب، وقت منبه، نام مبكر في سبيل يستيقظ، عموما راحت عليه يقضيها، هل يمكن أن يقرأ الأذكار وقت الضحى؟ يجوز. أما أذكار المساء فالوقت الأفضلية بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. هل يجوز بعد غروب الشمس؟ يجوز، يجوز بعد غروب الشمس، ويجوز حتى بعد العشاء للذي ربما شغل عنها، لكن الأفضل هو بعد العصر. نعم، أبو عبد الله من كركوك تفضل عيني. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله عيني. الله يبارك بيك شيخنا، عندي في السؤال بدون زحمة. تفضل. بس أريد أعرف من أصلي آية سورة آية الكرسي أقدر يعني أقرأها؟ أنا كل مرة من أريد أقرأها آية الكرسي يعني بالبداية ورا سورة الحمد. طيب، يعني يصير أقرأها بالبداية لو إلى حد ما تخلص الصلاة يا الله أقرأها. تقصد أثناء الصلاة تقرأ آية الكرسي؟ إي نعم، أنا على أول ركعة، يعني أول ركعة من أقرأ الحمد. نعم، بعدين أقرأ شو اسمه. وليش تحديدا إلا آية الكرسي؟ ليش تحديدا إلا آية الكرسي؟ ليش تحديدا إلا آية الكرسي؟ أنا تعودت عليها، يعني من أقرأ الحمد وراها رأسا آية الكرسي أقرأ وراها، بعدين أقرأ شو اسمه صورة قصيرة. زين، عندك سؤال آخر؟ لا بس هذا السؤال مات، يعني السؤال مات بس أن توضح لي. واضح أجيبك إن شاء الله عيني. يعني والرسول يقول بعد دبر كل صلاة مو دبر الفاتحة، دبر كل صلاة يعني ورا ما تسلم. لا أنا أقرأ الفاتحة، أقرأ الفاتحة عن البد. لما قال آية الكرسي دبر كل صلاة يعني ورا ما تسلم، مو ورا الفاتحة. إيه.
مو أول ركعة. إيه يعني بس أنا هو سؤالي أبغى يعني يصير. الآن أجاوبك يعني. الله يبارك فيك. الله حياك الله عليك. الله يحفظكم. بالنسبة للأخ الذي سأل عن شراء منزل بقرض ربوي في أوروبا، قرض ربوي في أوروبا، أفتى الإخوة في المجلس الأوروبي للإفتاء، المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، بجواز أن يشتري المسلم بيتا واحدا للسكن، لأنه يشتري عدة بيوت للتجارة، أن يشتري بيتا واحدا للسكن بقرض ولو أن يكون القرض ربويا. يجوز هذا الأمر لكن في أوروبا، في بلاد غير المسلمين. لماذا؟ هذا الأمر في بلاد غير المسلمين اللي تسمى دار الحرب يجوز عند الإمام أبي حنيفة رحمة الله تعالى عليه، واحتج بأدلة، يعني هو عنده أدلة، فأفتى المشايخ في المجلس الأوروبي الإفتاء بهذا القول، وأيضا أفتى به بعض المعاصرين. لذلك يعني صدرت الفتوى بأنه يحق للمسلم أن يشتري منزلا واحدا في أوروبا أو البلاد غير الإسلامية الأخرى، أن يشتري منزلا واحدا للسكن، ليس في بلاد الإسلام، في بلاد غير المسلمين يجوز أن يشتري بيتا بقرض ربوي، حتى وإن وجدت إيجارا، وحتى إن كنت تستطيع أن تؤمن الإيجار. واحد يقول لي جيت $1,000 وأنا عندي راتب خير من الله، عندي راتب 2000 3000 4000 5000 وهذا إيجار بـ1000، حتى لو كنت تقدر تأجر يحق لك أن تشتري منزلا بقرض ربوي، منزل واحد للسكن، وإذا كبرت وكبر ابنك وتزوج ابنك يمكن أيضا أن يستقل ويشتري هو بيتا بقرض ربوي في أوروبا، في أوروبا أو في البلاد غير الإسلامية. هكذا صادرت الفتوى من المجمع الأوروبي، وهي فتوى على مذهب الإمام أبي حنيفة رحمة الله تعالى عليه. نعم، إذن يجوز لك أن تبادر مباشرة حتى لو كنت تجد بيتا للإيجار، وهو حلال لك إن شاء الله، ليس فيه شبهة، فامضي على بركة الله. الأخ محمود من بغداد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك يا شيخ؟ الحمد لله بخير حفظكم الله. شيخ ممكن سؤال رحمة لوالديك؟ تفضل. أنا سجين. سجين؟ إي صار لي 4 سنوات بالسجن. يعني الآن تقدر تخابرني من داخل السجن؟ داخل السجن أخابر. الله يعجل فرجك ويحسن خلاصك. وخلاص إخوانك وكل مظلوم. شيخ صارت مشاكل أنا وعائلتي ويا زوجتي. طيب. ورميت عليها اليمين. إيش قلت؟ يعني طلقت. إيش قلت بالضبط؟ ألفاظ الطلاق تختلف من يعني الحكم يختلف بحسب اللفظ. إيش قلت بالضبط؟ أنت طالق 3 مرات ورا فترة همي أنا عدتها 3 مرات. زين. بهيج حالة مثلاً إذا الله فرج وطلعت. زين هسه شنو موقف زوجتك؟ شلون يحط لي ارجع؟ هسه شنو موقف زوجتك؟ راحت يا مهله واعتبرتك انت مطلق ولا شنو؟ لا انا جيتي وحدي ومستقل وهي قاعده ببيتي يعني. قاعده ببيتك. زين. هي واطفالي. ايش قد صار عليها هاي الثانية المرة الثانية؟ أول وحدة صار تقريبا سنة ونص. طيب. والثانية تقريبا صار شهر وشوية. زين، بدي أسألك سؤال. الأولى لما قلتها راجعتها وراها؟ قلت لها راجعت زوجتي أو كذا؟ أي نعم راجعتها. هاي الثانية هم قول راجعت زوجتي؟ ردد وراي قول راجعت زوجتي ما دام صار لها شهر. راجعت زوجتي على مهرها الأول. على مهرها الأول. أنت لما قلت طالق 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 ما قصدك 3 طلقات، قصدك يتأكد عليها صح؟ نعم. قصدك التأكيد وليس عدد 3. أنا بسجن وضغوطات نفسية وهاي. طيب بالنسبة للضغوطات النفسية التي للسجين، الضغوطات النفسية التي للسجين ربما يعني يصل إلى مرحلة من الانهيار العصبي حتى الطلاق لا يقع، يعني إذا كان وصل إلى الانهيار العصبي، لأن السجين لا يقاس عليه غيره. لكن عموما أخذا بالأحوط والأورع أقول لك وقعت في ذمتك طلقتان، لكن زوجتك في ذمتك، يعني خلاص الآن رجعت لك زوجتك، بس بعد لا تردد هذا اللفظ مرة أخرى. وأنتم في دعواتنا في خلواتنا وجلواتنا، والله يشهد لا يمر يوم إلا ونذكركم في السجود. أسأل الله تعالى أن يعجل فرجكم ويحسن خلاصكم، وكل إنسان مظلوم ولعنة الله على الظالمين. وأسأل الله تعالى أن يلهم الحكومة الموافقة على قانون العفو العام إن شاء الله. يا حياك الله عيني. الأخ الذي سأل عن آية الكرسي بعد يعني في أول ركعة بعد الفاتحة، هذا الكلام ليس له أصل أخي الكريم،
ليس له أصل أنك تلازم مع كل أول ركعة الكرسي مع الفاتحة، يعني أنت بملازمتك لها جعلتها كأنما هي مثل الفاتحة، أو جعلت كأنما هي من واجبات الصلاة أو حتى من مستحبات الصلاة، وهي ليست من مستحبات الصلاة ولا من واجباتها. دبر كل صلاة يعني بعد السلام يستحب قراءة آية الكرسي، دبر الصلوات يعني بعد أن تسلم من الصلاة، واضح يعني؟ بعد أن تسلم تقرأ آية الكرسي، وسبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. التسبيحات قبل آية الكرسي أو بعدها الأمر واسع، لك الخيار على ما اعتدت عليه، لكن أن تجعلها عادة مستمرة بعد الفاتحة هذا ليس له أصل. لذلك إن شئت أن تفعلها يكفي، أنت تقدر الفاتحة وفقط آية الكرسي وتركع، على اعتبار أنها مما تيسر من القرآن مثل ما تقرأ أي آية، لكن أن تجيب آية الكرسي وبعدها تقرأ ما تيسر كأنك جعلتها ملازمة للفاتحة في أول ركعة، هذا ليس له أصل. لا فرق لقراءة آية الكرسي من غيرها بعد الفاتحة، واضح عيني؟ فلا تجعلها ملازمة لها. زين، هنا أخ يسأل يقول، أو أخت أم حسن تقول هل يجوز صيام النذر مع الأيام البيض؟ نعم يجوز، يجوز. إنسان عنده نذر أن يصوم يوم أو يومين أو ثلاثة، وكان معتادا أن يصوم الأيام البيض أو حتى غير معتاد، والأيام البيض 13 و14 و15 من كل شهر قمري، أراد الإنسان أن يصوم النذر في هذه الأيام يجوز؟ يجوز. أو عليه قضاء من رمضان أراد أن يقضيها في هذه الأيام يجوز؟ يجوز إن شاء الله، نعم يجوز وليس فيه مشكلة إن شاء الله. أخ يسأل يقول الوضوء للمريض هل يجوز أن يكتفي بما ورد في الآية الكريمة؟ أن يغسل اليدين والوجه والرأس والرجلين فقط؟ نعم يجوز. باقي المواضع في الوضوء المضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين ليست واجبة، إنما سنة كان النبي صلى الله عليه وسلم مواظبا عليها. الواجب أن تغسل يديك، أن تغسل وجهك ويديك، وأن تمسح على رأسك، وأن تغسل رجليك. هذه الأربعة لا يجوز أن تترك شيئا منها، ثابتة في الآية. أما البواقي وخاصة إذا كنت مريضا وتركتها لا مشكلة عليك، لا مشكلة عليك. نعم. الأخ عمار من الأنبار تفضل، اتصال. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخي العزيز. حياكم الله شيخ، الله يبارك فيك. شيخ، سؤال بالنسبة للمؤخر، سابقا حضرتك جاوبت عن أحد الاستفسارات أنه إذا كان مكتوب في العقد أو أنه إذا كان ليقرب الأجلين، نعم، فهو ليقرب الأجلين، وإذا لم يكن مكتوبا في العقد ليقرب الأجلين فهو يستحق في أول بعد الزواج مباشرة. طيب، يعني سؤال شيخ أنه الناس متعارف عندها أنه هو هذا الشيء مقترن بالطلاق، يعني هو مقترن بأقرب الأجلين، يعني حتى وإن لم تكتب يعني هذا الشيء. طيب، يعني هو غالبا مرات الناس تكتب، مرات الناس ما تكتب، ولكن تقصد هل العرف حاكم له يعني تأثير بهذا الشيء؟ نعم. طيب، تسمع الإجابة إن شاء الله. وإلا كان يعني شيخي، هو إذا كان يعني هو مباشرة بعد الزواج فما داعي أن نسمي مؤخر، لأنه هو راح يأتي مباشرة بعد الزواج. صدقت. نعم، الله يحفظكم إن شاء الله. حياك الله عيني. عندك سؤال آخر؟ ننتظر الإجابة. الله يبارك فيك. هلا بيك. بارك الله فيك، شكرا جزاك الله خير. قلنا في حلقة سابقة أن المهر المؤخر، هو طبعا على فكرة تقسيم المهر إلى مقدم ومؤخر ولم يرد به لا آية ولا حديث، الأصل أن المهر شيء واحد، لكن تقسيمه إلى مقدم ومؤخر جائز، لأن الزواج من عقود المعاوضة، وبصورة عقود المعاوضة يجوز فيها التجزئة والدين والتقسيط إلى آخره، وقد عرف هذا الأمر منذ وقت مبكر في الإسلام، يعني ظهر مسألة تقسيم المهر إلى مقدم ومؤخر مو جديد، ظهر من عصور متقدمة، يعني في نهاية عصور الصحابة أو بداية عصور التابعين في عهد قديم. فقلنا في حلقة سابقة إذا إنسان قال أن المهر المؤخر مؤخر أو مؤجل إلى أحد الأجلين أو أقرب الأجلين، فيكون عند الوفاة أو عند الموت أو عند الطلاق،
وفاة أو طلاق تستحقه المرأة، وإذا لم يقل فتستحقه بعد الدخول مباشرة. هنا سؤال الأخ يقول أحيانا ما نقول ولا نكتبها، لكن هو متعارف بيننا لما نسميه مؤخر يعني إلى الطلاق أو الموت، هل العرف هذا يكفي لحاجة أن نكتبها؟ نعم يكفي، يكفي. عندنا قاعدة تقول المعروف عرفا كالمشروط شرطا، المعروف عرفا كالمشروط شرطا، هذه من القواعد الكلية يعني متفق عليها بين الأئمة رحمة الله عليهم. فهنا إذا تعارف الناس عندما يقولون مؤخر يقصدون يتعارف الناس، يعني الرجل وأهل المرأة يعرفون عندما قالوا مؤخر يعني هذا مؤجل إلى طلاق أو وفاة. إذا تعرف هذا في بلدة ما نعم العرف يكفي خلاص، حتى وإن لم يكتبوها فالعرف العرف حاكم، نعم العادة محكمة. طيب نعم العرف إذا تعرف الناس على أن المؤخر يقصد به الطلاق أو الموت نعم خلاص، فالمقصود هو ما تعرفوا عليه دون أن يكتبوه. محمد من بغداد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. شلون الشيخ صحتك أمورك؟ الحمد لله بخير الله يسلمك. الله يوفقك ويسدده جميعا يا رب. الشيخ بس سؤال. تفضل. أني زمن صدام حسين كنت أداوم الدائرة والراتب قليل. زين. تركت الدائرة لأن الراتب ما يكفي. هسه جاني شخص قال لي إذا تنطيني فلوس أطلع لك راتب تقاعدي. انطيت فلوس وطلع لي راتب تقاعدي، هل هذا الراتب حلال أم حرام؟ جزاك الله خير. زين يعني أنت ورا ما دفعت فلوس وطلع الراتب يلا جاي تسأل حرام ولا حلال؟ ليش ما سألت من البداية قبل ما تسوي هذا الأمر؟ أي والله يا شيخ هذا اللي صار. يلا تسمع الإجابة. جزاك الله. هلا عيني. الأخ كان موظفا ثم ترك الوظيفة، والأصل أن الذي يترك الوظيفة يعد مستقيلا ليس له راتب تقاعدي، راتب التقاعدي اشترط له شروط. طيب والآن أعطى أموالا وصار له راتب تقاعدي عن وظيفته الماضية. شوف عيني راح أقول لك شغلتين إذا صارا أقول لك الراتب حلال، وإذا ما صارا أو ما صارت وحدة منهن فحرام للأسف، حاول أن تلغيه. لكن حتى لا يبقى الاتصال معلقا نأخذ اتصال ونرجع لك إن شاء الله. أم حسين من كركوك تفضلي. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا ما صدحني شيخ أني عندي سؤالين. تفضلي. أني قاعدة ويا عيالي بالبيت يعني أني وأخو زوجي. طيب. وزوجي يعني ويانا. وأخو زوجي يظل يعني بالبيت ملابس الداخلية يفتر وأني أصوم وأصلي، يعني هذا حرام أو حلال؟ الملابس الداخلية تقصدين مثلا سروال وفانيلة نص ردن ولا اللباس القصير ولا فوق الركبة؟ لا شورت يعني. وفانيلة هاي يعني. طيب طيب عندي سؤال آخر أختي؟ لا لا تسلم رحم الله. أهلا وسهلا. الأخ الذي ترك الدائرة بالسؤال السابق، شوف عيني إذا كان هنالك قانون بدائرتك، لأن هذا المال يعتبر من الدولة، فالمعتبر هو شرط المانح، شرط الجهة المانحة التي تمنح لك المال التقاعدي، فشرط المانح معتبر في الشريعة الإسلامية، وشرط المانح هو قانون الدولة لأن المانح هو الدولة. إذا كان هنالك قانون بدائرتك يستحق فيه أمثالك التقاعد فهذا جائز، يعني وفق الضوابط. أما إذا كان خلاف الضوابط بحيث الذي كان مثل أمرك لا يستحق التقاعد قانونا، وإنما قام صاحبك بعمل تزوير خلاف الضوابط، هنا سيكون حراما. النقطة الأولى. والنقطة الثانية ألا يضيف لسنوات الخدمة سنوات، لأن بعض الناس يسوون عنده خدمة 5 سنين 10 سنين ومبطل تارك مثل شغلتك، يجي المعاقب يقول له أنا أضيف لك سنوات حتى تطلع أنت مكمل السن التقاعدي، يضيف لك 5 سنوات 6 سنوات 10 سنوات بالتزوير، فعندئذ أيضا هذا شرط ثاني يكون حراما. إذن يشترط شرطان، الشرط الأول أن تكون أنت أن يكون هنالك قانون
يسمح لك أو لأمثالك بالرجعة، والثانية ألا تكتب لك سنوات إضافية زائدة على خدمتك. فإذا توفر هذان الشرطان فراتبك حلال، وإلا فهو حرام واحذر منه. زين، الأخت التي سألت بأن أخا زوجها الذي هو الحمو يعني يمكث في البيت ومعهم يعيش في البيت ويرتدي الملابس الداخلية الشورت والفانيلة، هذا مما لا يليق ولا ينبغي، لا يليق وليس من الذوق العام وليس من الآداب الإسلامية ولا يجوز شرعا، لا يجوز شرعا. أولا ما فوق الركبة هو من العورة، لا يحق للرجل أن يظهرها. ثانيا هو حمو، والحمو أجنبي، بل هو أشد من الأجنبي. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر وجوب حجاب المرأة سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أرأيت الحمو؟ يعني إحنا نسوانا برا محجبات، يقول لا، لكن بالبيت ما موجود أحد بس الحمو. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال الحمو الموت، شدد في مسألة الحمو لأنه يعيش في البيت. فهو ينبغي عليه أولا أن لا يفعل مثل هذه الأمور المخلة والمخالفة للشريعة، وينبغي على زوجك الذي هو أخوه أن يمنعه غيرة عليك، غيرة عليك. فيجب أن تنبهيه أو أن تنبهي زوجك، نبهي زوجك بأن هذا العمل حرام عليه وعلى زوجك أيضا، لأن زوجك مأمور أن يصونك وأن يحفظك وأن يكون سببا لغض بصرك، لذلك عليه أن يمنع أخاه من هذا التصرف غير اللائق وغير يعني غير المؤدب. طيب، عموما حرام. يعني هنا أخت تسأل تقول هل يجوز ارتداء قلادة فيها ميدالية شكل فراشة؟ البعض يقول حرام لأنها من ذوات الأرواح. يعني معروف أنه بالنسبة للصياغة لا تكون تماما شكل كامل، ربما يكون بشكل جناح أو بشكل جناحين ملتصقين، ولا يكون جسد الفراشة المكون من رأس وجسد وذنب. فإذا كان كاملا يعني أجنحة وشكل الفراشة الرأس والجسد والذنب الفراشة حرام لأنها من ذوات الأرواح ومجسدة، لا يجوز ذلك. كذلك إذا كان حية مثلا، حية أحيانا سوار بشكل حية كاملة رأس وجسد وذنب، لا يجوز ذلك. لكن إذا كان بجزء مثلا أحيانا رأس لحيوان، رأس نمر رأس أسد، يكون بقلادة أو بخاتم يعني من الصياغة، هذا جائز، مجرد رأس فقط. أو بالنسبة للفراشة يكون بجناحين فقط دون وجود أو جناح واحد ربما، يعني دون وجود الجسد، هذا ليس حراما إن شاء الله. نعم، هنا أخ يسأل يقول أمي عندما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم تقول ألف الصلاة على نبينا محمد، وتقول اللهم تقبلها مني كأنها ألف صلاة، فهل يجوز هذا الدعاء؟ وهل يتقبل منها كأنها ألف مرة صلت على النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني أسأل الله تعالى أن يأجرها على قدر نيتها وأن يعطيها ما سألت. لكن لا شك أن من قال اللهم صل على سيدنا محمد غير من قال اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد فعد ألف مرة. بل لو أن إنسانا قال اللهم صل على سيدنا محمد ألف مرة، أو قال ألف الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، لو أن إنسانا صلى مرتين أو ثلاثة أو أربعة بالتكرار فهو أفضل. لكن الله تعالى كريم ويعطي على قدر النيات إن شاء الله. نعم، أبو عائشة من كركوك تفضل اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. عيني شيخي، أني خادم ومؤذن أحد مساجد كركوك. خيرا، قبل منك إن شاء الله. ومنا ومنكم صالح الأعمال. شيخ، أني يعني الاثنين الخميس قبل صلاة المغرب أشغل القرآن في المسجد، هل هذا جائز؟ لا، وبارك الله فيكم. طيب، الأخ يسأل عن تشغيل القرآن قبل بعض الصلوات،
هل يجوز؟ أو ربما بعض الناس تقرأ قراءة حية، بعض الناس تمجد، نحن نسميه التمجيد، يعني إنسان يقرأ في ربما يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك، كل ذلك جائز إن شاء الله، حيث لا مانع منه، هو لم يفعلها معتقدا أنها شريعة أو شعيرة أو جزء من الأذان أو شيء آخر، إنما تذكير الناس بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وما إلى ذلك. لكن هنالك أمور تنبغي مراعاتها. أولا، ألا يكون في المسجد أناس منشغلون بعبادة. هنالك أناس مثلا عندهم درس علم أو درس قراءة قرآن أو إنسان يصلي، وهذا يعني يشوش عليه، لا اترك تشغيل القرآن أو حتى القراءة، أولئك أولى. وألا تكون بصوت عال قد يؤثر البيوت بها المريض، وقد تكون فيها يعني تزعجه وإلى آخره، ألا تكون بصوت عال كصوت الأذان. طيب، إذا كانت هكذا ليس فيها مشكلة إن شاء الله. أبو عمر من نينوى، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك بيك شيخ، الله يحفظك. الله يرفع قدرك. شيخ، عندي سؤال يمك. تفضل عيني. عندنا طفلة وقفت ودفنوها بدون تغسيل وبدون يعني بدون تغسيل بدون تشفين، بس لفوها ودفنوها. إيش قد عمرها؟ هل جايز؟ كم عمرها؟ يعني أسبوع. ها يعني ولدت حية، لا حول ولا قوة إلا بالله. إيه ولدت حية، ها ودفنوها يعني بدون تغسيل، ها وبدون يعني ما شفنوها، لفوها ودفنوها. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب ما صلوا عليها؟ لا الساعة 12 بالليل دفنوها. إنا لله وإنا إليه راجعون. أنتوا بالموصل، يعني الموصل مليانة علماء، الله يزيدهم، ما واحد بيكم يخابر على واحد ويسأله؟ والله شيخاني بلغت أبوها وقلت له هذا الشيء ما جايز، بس هو من كيف ودفنا. أبوها آثم وعاصي لله سبحانه وتعالى، وانتهك حقا عظيما من حقوق هذه الطفلة. طيب، تسمع الإجابة إن شاء الله. أكو سؤال آخر شيخ. تفضل. عندنا واحد توفى يعني نسيبي، دفناه ووقف في شهرين، ست شهر، أربعة شهر، كل ما نطلع على القبر ماله دايس يمكن نص متر. طيب. يمكن طلعنا عليه 10 مرات، دايس القبر ماله 10 مرات. دايس. سبحان الله. هل يجوز يعني نحولوه؟ طيب. تسمع الإجابة. المنة لله، حياك الله عيني. المنة لله. الله يبارك فيك. الطفل ما دام ولد حيا ولو تبينت فيه أثر الحياة لحظة واحدة. كيف يتبين أثر الحياة؟ إما أن يستهل صارخا والطفل يولد يبكي، إما أن يستهل صارخا، وإما أن يثبت الأطباء بأنه ولد حيا ولو لحظة واحدة، يأخذ كافة أحكام الأحياء، يأخذ كافة أحكام الأحياء، فيعتبر نفسا وارثة، يعتبر وارث. ثم إذا كان عنده تركة تذهب لورثته، شوف من ورثته، أبوه أمه إخوانه عموما. ثانيا، يأخذ أحكام الأحياء، في يجب تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. لكن إذا ولد ميتا لا يأخذ هذه الأحكام، يلف بلفافة يعني قماش ويدفن، ولو غسل وكفن لكان أفضل خروجا من خلاف الحنابلة. لكن على رأي الجمهور أنه لا يجب تغسله ولا تكفنه ولا صلاة عليه. لكن إذا ولد حيا ولو لحظة يأخذ كافة أحكام الأحياء. يعني عمرها أسبوع، أسبوع وهي حية، أخذت يا أخي أخذت حكم الأحياء، نفس محترمة في الشريعة الإسلامية، ولها حق على أبويها ولها حق على كل من علم بها، كل من علم بها لها حق في ذمته، وأولهم أبوها، كان ستطالبهم بحقها يوم القيامة. على أي حال، الواجب أن يذهب الآن ولو واحد على قبرها يصلي عليها، لا تخرج، لكن يجب أن يذهب ولو واحد عليها، أن يذهب ثم يصلي عليها. يعني لو كان الوقت قريبا، هاي مضى عليها مدة، لو كان الوقت مثلا بنفس اليوم أو كذا، بحيث نأمن بأن جسدها لم يتحلل، فإخراجها وتغسلها وتكفينها هو الأوجب، يعني على رأي الإمام الشافعي، واضح. لكن هو ربما مر عليها وقت، فليس من يعني لا ينبغي هتك حرمة القبر، لكن يقف إنسان على قبرها ويصلي عليها، خاصة أبوها نبهه الأخ السائل،
قال له يا أخي لازم تغسلها تكفنها، لكنه لم يستجب. أبوها آثم عاصي لله تعالى، عليه أن يستغفر الله وأن يتوب إليه وليذهب وليصلي على قبرها صلاة الجنازة. زين، صهره يعني نسيبه انخسف به القبر، يعني وجدوا قبره والأخ قال دايس، يعني شوية به خسف. هذا يكون متسببا من رطوبة الأرض. أحيانا بعض البقاع تكون رطبة، تكون رطبة، إما الماء المياه الجوفية التي تحت الأرض قريبة منه، أو ربما قرب المقبرة بناء ومي ونزيزة، إحنا نسميها نزيزة باللهجة العامية، أو بسبب رطوبة وأمطار وإلى آخره قد يتعرض القبر للخسف بسبب كما قلنا رطوبة الأرض. زين، هنا الأخ يسأل يقول هل نحوله لأنه تعرض للخسف عدة مرات، يعني بسبب ظهر الأرض رطبة جدا، هل يجوز تحويله؟ نعم يجوز. من المواضع التي يجوز فيها تحويل القبر هو الخسف الذي يكون بسبب رطوبة الأرض، يجوز، نعم يجوز. نعود إلى الأسئلة. التي أرسلها الإخوة، هنا أخ يسأل يقول أنا أعلق على المقاطع الدينية بأن أقول اللهم صل على سيدنا محمد أو ما شاء الله تبارك الرحمن أو حفظكم الله، هل لي أجر بذلك؟ نعم إن شاء الله، كلما إذا قرأ الإنسان صلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه أنت تؤجر على قدره، كذلك إذا قلت ما شاء الله تبارك الله إن شاء الله تنفعك هذه. نعم. أخت تسأل تقول أمي حافظة لسورة البقرة، هل يجوز أن تقرأها كل يوم بصلاة الليل بقراءة سريعة؟ أسأل الله تعالى أن يتقبل منها حفظها لسورة البقرة وصلاتها في الليل، هذه كلها من أسباب دخول الجنة. القراءة السريعة للقرآن جائزة وتسمى قراءة الحدر، هي جائزة، لكن على أن لا تؤدي إلى إخفاء حروف من القرآن الكريم أو إخفاء كلمات. أحيانا بعض الناس عندما يقرأ يظهر بأنه يبتلع حروفا بل ربما كلمات، هذا لا يجوز. ستقول كيف نعرف أو ما هو الضابط للمسألة والمقياس؟ المقياس هو أنك إذا قرأت تفهم ما تقرأ، تفهم ما تقرأ. أما بعض الكلمات أحيانا لشدة ابتلاع الحروف لا تفهم الكلمة، لا. نعم، فإذا كانت سريعة لكن مع إعطاء الحروف استحقاقها، نعم جائز وليس فيها مشكلة، وهذا أجر عظيم إن شاء الله. نعم، حقيقة ندعو بالخير للإخوة الذين يبدون فرحهم وشكرهم للقناة ولإدارة القناة ولإدارة البرنامج على ذكر سير الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، بارك الله فيكم، وأسأل الله تعالى أن يحشرنا وإياكم معه. نعم. طيب، أخ يسأل يقول إذ من ولد له ولد ذكر هل يستحب أن يذبح له واحد أو اثنين، خاصة إذا لم يكن عنده إمكانية؟ إذا لم يكن عنده إمكانية لا يجب، فالعقيقة مستحبة وليست واجبة، فإن كان عنده إمكانية الأفضل أن يذبح رفين، وإذا أراد أن يذبح واحدا أجزأ وتعتبر له عقيقة حتى وإن كان غنيا، الاثنان أفضل، لكن لو ذبح واحدة أجزأت عنه إن شاء الله. وقت البرنامج انتهى، أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، طبتم بخير ودمتم بعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.